من واشنطن ينضم إلي آلان أور رئيس جمعية محامي الهجرة الأمريكية. مرحبا بك سيد آلان. سيد آلان، دافع بشدة وزير الخارجية أنتوني بلينكين لتبرير موقف الدولة والإدارة الأمريكية إزاء ترحيل الهايتيين. هل تبدو هذه الحجج منطقية وبالطريقة التي تمت؟ جزيل الشكر على دعوتكم. بالطبع هذه التبريرات وهذه المسوغات غير منطقية، ذلك لأن بعض الأشخاص تم السماح لهم لدخول الولايات المتحدة، ولكن فيما يتعلق بقرار ترحيل العديد من الأشخاص هذا مخالف للقوانين. ماذا عن الطريقة إنسانيا سيد آلان؟ يعني اليوم تابعنا كيف تصرف حرس الحدود الأمريكي مع هؤلاء المهاجرين، إنسانيا يعني وقانونيا كيف ينظر لذلك؟ بالطبع شاهدنا خطاب نائب الرئيس الأمريكي، وكذلك خاطبنا بعض أفراد الحرس يتصرفون بطريقة غير إنسانية وهم يتزحمون على الأشخاص، وهذا بالطبع لا يسوغه القانون وغير مبرر حتى من باب الإنسانية. ولكن ما يحدث الآن فعليها أن تلجأ إلى العوامل الإنسانية وتتعاون مع حكومة المكسيك، ذلك لأن حكومة المكسيك تحاول أن تتابع هذه الحركات وحركات الترحيل على حدودها الشمالية، ولكن بالطبع هذا من المؤسف أن نراه، ومن ثم فهذه مشكلة كبيرة، وكذلك فعلى الدولتين أن تسعى إلى إيجاد حل لهذه. ماذا يمكن للمنظمات الحقوقية أن تفعل اليوم لهؤلاء اللاجئين؟ كيف يمكن حماية حقوقهم برأيك؟ نحن أمام حقيقة أن أمام ضغط سياسي، وهذا ربما قد يستغرق بعض الوقت. نعم نعلم أن هناك بعض الأشخاص الذين تم السماح لهم بالبقاء، ولكن علينا أن ننظر إلى السياق ككل حتى نتفهم الصورة ككل. ولكن هؤلاء الأشخاص، نحن نتحدث عن 10,000 شخص في مقابل 3 مليون شخص، وهذا عدد كبير، ومن ثم علينا أن نستوعب هذا العدد من الأشخاص داخل الولايات المتحدة أو إعادتهم، وهذا كله بالطبع يقع ضمن السياسة الأمريكية. علينا في الأسابيع القابلة أن ننتظر كيف تسفر عنه السياسات حيال هذا الأمر. ربما الأمال كانت معلقة على سياسة بايدن التي قد تختلف نوعا ما عن سياسة الرئيس السابق دونالد ترامب، لكن على ما يبدو السياسة مستمرة. هل تبدو هذا أو هل يبدو هذا السلوك منطقي لبلد مثل أمريكا تحاول تصدير الديمقراطية حول العالم؟ حسنا، فيما يتعلق بالإدارة الأخيرة تحت إدارة بايدن، ولكن الصورة التي تم تصديرها هي قضية جماعية وهي قضية في أروقة الكونغرس، ومن ثم علينا إذن أن ننتظر الإطار القانوني والقرارات التي يسفر عنها الكونغرس. ولكن بالطبع على إدارة بايدن أن تتخذ قرارات حيال هذا الملف الهام، ولا سيما فيما يتعلق بملف الهجرة، وكذلك علينا أن نسعى وأن نحث الكونغرس على طرق الباب أمام هذا الملف وتشجيع كل الأشخاص حول العالم في استخدام أصواتهم، وأنهم سوف يكون لهم متاح للدخول إلى البلد طالما أنهم يدخلون بصورة قانونية. إذا ما حدث ذلك فلن تكون هذه مشكلة، ومن ثم علينا إذن أن نثير هذه القضية، وكيفية إثارتها تكون هي المشكلة الكبيرة أمام الكونغرس، وكذلك أن ننظر إلى الأمر من منظور الصراع والتمييز بين الأبيض والأسود. من واشنطن آلان أور رئيس جمعية محامي الهجرة الأمريكية، شكرا جزيلا لك.